زوجي يسبني كثيرا، ماذا أفعل؟ عليك أن تصبري على هذا الإيذاء وأن تحتسبي ذلك، لعل الله تعالى أن يبدل حاله، ومن يدري لعلك يعني أحدثت حدثا أو ألممت بذنب فأراد الله تبارك وتعالى أن يعاقبك بذلك الرجل، أو ربما الله تبارك وتعالى يريد أن يرفع قدرك وأن يعلي لك في الدرجة فابتلاك بهذا السباب الذي يؤذيك، فاصبري لعل الله تعالى أن يوفقك.